أهلا بالميلاد وأهلا بأصحابي وأهلا بساندري وبأليكس، موجود إن شاء الله دختي. تكونوا كلكم كتير منيح، ينعاد عليكم من كل قلبي وينعاد على الجميع بالصحة وبالسلام، وبتمنى السلام للجميع وبتمنى السلام للبنان. إن شاء الله. كيفكن؟ الحمد لله الحمد منيح، شو لله بدكي؟ تكونوا منيح. اليوم في عنا قصة، في عنا ترتيلة يلي بنحبها كتير، أكيد فيف لو فان، مظبوط. والقصة تبعتنا عن بنت اسمها ساندي، وساندي بدها تلتحق بالكورال، أها حلو، فبدنا نشوف شو بده يصير مثلنا معها. يعني. صحيح. فبداية قبل ما أخبركم القصة تنحكي شوية عن الميلاد، شو هو النشاط اللي بتحبي تعمليه مع أمك وبيك بعيد الميلاد ساندري؟ انا بحب لما بعيد الميلاد، تعرف، لانه بالايام العاديه لما بكون عندنا مدرسه بكون عندنا مشغولين ما بنلحق نعمل ولا نشوف حدا. فانا بحب عيد الميلاد لما انا واهلي بنروح وبنزور عائلتنا، بنزور ستي وجدي او بنزور قرايبيني، خالي خالتي او عمي، فبنستفيد من هذا الوقت. صحيح. اول شيء بقضي وقت انا واهلي بنستفيد، وثاني شيء بنزور الناس اللي بنحبهم اللي مش على طول فينا نشوفهم. صحيح. وانت أليكس شو بتعمل بعيد الميلاد؟ شو بتحب اكثر شيء تعمل بعيد الميلاد مع اهلك؟ نحن بنخصص وقت لانه مثل ما قلنا انه ما بنلحق نشوف بعض، يمكن بالحياه هيك اليوميه مع الشغل وهيك، فمنخصص هيك مثل ليله بنقعد بنلعب مع بعض، ما بنستعمل التليفونات أو اهم شو شيء. حلو، شو حلو. وقت بتقولوا بتلعبوا يعني بتحطوا مونوبولي او دي جو دو سوسيتي يعني، اوكي. او شو مزبوط. حلو. وهون بحب كمان اقول لكل الاولاد اللي عم يسمعونا واصدقائنا انه كمان بيقدروا ينظموا العاب مع اخواتهم، مع الماما مع البابا، أكيد ويتسلوا مع بعضهم. يعني هذه شغله كمان، لانه مثل ما قلنا اوكازيون العائله كلها مجموعه، مظبوط. فبكون كثير حلو انه الواحد بيكون عايش الميلاد. انا بكل صراحه بتذكر وقت كنت صغير كنت كثير حب هذا الوقت من الميلاد، انطر بيي، انطر الماما، خياتي، يعني كنا نقعد مع بعضنا نتسلى مع بعضنا ونعيش روح الميلاد كعائلة. وأكيد ما لازم ننسى الصلاة، أهم شيء اللي هو أكيد أساس بالعيد، مظبوط. ولأنه عم بذكر الصلاة، الصلاة والتراتيل شيء أساس بعيد الميلاد. وهذه القصة تبعولتنا تبعول صديقتنا ساندي يلي راحت شاركت بالقداس مع أمها وبيها، وكتير انبسطت إنه هي عم بتشارك كل أسبوع بالقداس، وإذ بتقرر تلتحق بالكورال تبعول بالجوقة تبعول الكنيسة، لأنه هي سمعت الجوقة عم بترتل بطريقة كتير حلوة مع أصوات رائعة. وهي ساندي كانت كتير صغيرة، بس قالت للماما وللبابا إنه حتى لو كنت صغيرة أنا بدي أروح كون معهم ورتل معهم. راحت هي ساندي على الجوقة، واكيد في مسؤول هنيك حكيوا الاهل معه وقالوا له انه بنتنا الصغيره بدها تلتحق بالجوقة، بدها تصير مرنمه، تصير تتعلم التراتيل وتصير تصليهم بالكنيسه. اكيد كثير شجع المسؤول تبعو الجوقة انه تروح ساندي على الجوقة وتصير تقول وتتعلم التراتيل، بس اكيد لانه ساندي صغيره لقيت شويه صعوبات انه تحفظ التراتيل، لانه التراتيل اوقات بكونوا طوال، وهي ما بتعرف صعبين. تقرا كل الكلمات تبع التراتيل تتحمل الكتاب تبع التراتيل مثل ما عندك كتاب انت يا ساندري، مظبوط. هي ما قدرت تحمله وتقرا منه كل شيء. بس شو صارت تعمل؟ صارت تسمع التراتيل طول الوقت، تتكرر التراتيل، تقول للماما حطي لي على السلولر تبعوليك التراتيل تقدر احفظهم. وهيدي طريقة خلت ساندي انه تحفظ جميع التراتيل بطريقة كتير سريعة وتحفظهم كل الكلمات. اجا عيد الميلاد والكل كانوا عم بيحضر حاله لل مثل ما قلنا الريسيتال، بكل بالميلاد دائما بيكون في ريسيتال، واكيد الكل كان محضر حاله لانه هيدي مسؤوليه، بدهم يكونوا عم بيرنموا بطريقه كثير حلوه قدام كثير عالم من الاشخاص. مزبوط. فشو فكروا المسؤول تبعو الكورال؟ فكر انه ساندي مش رح تشارك لانه هي منا حافظه كل التراتيل. واذ بتوصل ساندي كثير مبسوطه على الكنيسه وبتطلع وبتوقف مع الجوقه وبترنم هي كل التراتيل بطريقه كامله، عرفتهم كلهم للكلمات وما نسيت ولا كلمة، ورنمت كل التراتيل بطريقة
صحيحة، وكتير انبسطوا منها الجوقة وكل العالم يلي كانوا عم بيحضروها. وأكيد تعلمت ساندي إنه هي بتقدر تحفظ التلاتين من خلال التكرار، وإنه عيد الميلاد بدون ما الواحد يكون عم يتعلم التلاتين وعم بيرنم وعم بيصلي ما بيكون له معنى. وهون الأهمية تبعول الصلاة لإلنا، والأكيد نكرر التراتيل ونعلمهم لأولادنا، لأنه هول التراتيل هن الجو تبعول عيد الميلاد. هذه هي قصتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، وإن شاء الله كمان أصحابنا بالبيت ببيوتهم عم بيكرروا التراتيل اللي عم نتعلمهم معك يا أكيد نحن منشجعهم إنه يعملوا هيك، ومنشجعهم كمان يعملوا مثل ساندي، يقرروا يفوتوا ويلتحقوا بكورال وجوقة. أكيد، وبيقدروا كمان يكرروا الترتيل مثل ما قلنا من خلال السلولر، بيطلبوا من ماما أو البابا يحطوا لهم الترتيلة بقلب السلولر ويتعلموها طول الوقت. صح. اليوم ترتيلتنا كتير حلوة، حتى أنا بدي شارك فيها. يلا. أنا بدي كمان رنم معك يلي هي فيف لوفان. فيف لوفان، ليلة عيد بالعربي. ليلة عيد بالعربي. اوكي. هلا ان شاء الله يكونوا اصحابنا اللي عم يحضرونا انه بيعرفوا الكلمات هيك كمان، هن بركه بيشاركوا معنا. رح نبلشها بالفرنسي ونقول مقطع اكيد بالعربي، ونرجع نرتل ونعيد شوي الرفران، هيك بركه كمان بيقدروا يعيدوا ويرتلوها معنا بالبيت. يلا يلا. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qu'il s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Amid la houle ashab, ihdiyi khalf al-bab. Fi shajra bid-dar, widour oulad zghar. والشجرة صارت عيد والعيد اسوى ربيد والإيد تعلق عالشجرة غني وعنا إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد تراب جدد وبكرة الحب جديد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد دق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة ياب جداد وبكرة الحب جديد Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère ينعاد على الجميع، ينعاد عليكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب يكون عيد مبارك للجميع، وبعيد كل أصحاب الصغار يلي تابعونا وأهلهم، وأكيد أهلهم وكل اللي حضرونا، وعقبال كل سنة. وأنا من كل قلبي بعيدك ساندري، بعيدك أليكس، وأنا كمان بعيدكم دكتور وأليكس. ميرسي. وعن صح كانت كتير حلوة، تجربة كتير حلوة، خاصة مع أورج وتقديم تقديم تراتيل. ميرسي كتير مرة تانية. ميرسي لك. وإذا الله راضع قبل كل سنة وينعاد على الجميع. بحبكم كلكم.